طيب مكملين مع حضراتكم، دايما ببقى سعيد بالحلقه لما بيكون نجمنا الكبير كابتن رضا عبد العال دائما بيكون موجود معانا، تبقى حلقه فيها اولا يعني معلومات جميله، تحليل جميل، خفه دم. دائما كابتن رضا عبد العال بتلقائيته الجميله بيحلل بشكل مختلف. برحب بنجمنا الكبير كابتن رضا عبد العال اللي باصص لي بصه حلوه دلوقتي. كابتن رضا ازيك يا كابتن؟ انت حبيبي يا روب، انت عارف ان انا بحبك، احنا جيران دلوقتي كمان. انت حبيبي يا كابتن. اه جيران صحيح، جيران وحبايب ولعبت يا رب دايما المعروف يبقى وانت محترم وابن ناس ومتربي كويس قوي. حبيبي يا كابتن، الله يخليك، في كل الصفات الحلوه يعني. ربنا يخليك يا كابتن، نورنا دايما يا كابتن. ده نورك يا حبيبي. خليني قبل ما اروح لمنتخبنا ونتكلم في كاس العالم، انا عندي نجم ما اقدرش ما اتكلمش عليه دائما، بس هو زهقنا الصراحه من كتر الكلام عليه، صلاح. من كتر حاجات الحلوه اللي بيعملها، من كتر اهدافه، من كتر تكسير ارقام، في بعض الناس زهقوا من نجاحاته وابتدوا يا كابتن يعني اي تصرف او اي صوره او اي اعلان ولا اي حاجه تلاقيه بيهاجموا صلاح. انا ما اعرفش ده بيبقى في ناس موجهه ولا ايه، ولا ما بيحبوش النجاح اصلا. رايك في صلاح يعني حتى بعد الهدفين النهارده بيقترب من ان هو يكسر ارقام كثيره كابتن موجوده في الدوري الانجليزي؟ اولا طبعا يعني صلاح ده في حته تانية مش هيكرر تاني، وده بقى اللي تقدر تقول عليه عالمي بجد. يعني لما تيجي تقول لعيب عالمي طبعا، انت بتقول مثلا مارادونا، ميسي، كريستيانو، بس انت بتقارنه بالناس دي بقى خلاص. خلاص ده يقارن بالمستوى ده، ما يقارنش. في ناس تيجي تقول لك ده، بس دي الناس اللي هي المريضه، انت عارف هم قله ما بيحبوش. لو جاب لهم كوكب من السماء برضه هيقطعوا فيه. لو اخد احسن لاعب في العالم يعني هيقطعوا فيه. انا بقول لك كوكب يعني بقى، هو في اكتر حد يعني هيجيب حاجه، هيجيب كوكب اصلا. ده لو جابه لهم برضه هيقطعوا فيه، يقول لك طب كان الكوكب اللي جنب احسن من ده، يعني مش هيلاقوا فيه عيب هيقول لك كده. فانت الناس دي كبر دماغك منها، هو اصلا ماشي بخطى ربنا يا رب يكرمه، وبيكسر ارقام زي ما انت بتقول، وبيعمل حاجات احنا ما شفناهاش من حد مصري ولا حد عالمي غير لعيبه معينه. يعني طول التاريخ انت بتقول مارادونا، بيليه، ميسي، زيدان، رونالدينيو، رونالدو البرازيلي اللي هو الفيرويد، وبعد كده كريستيانو. طب وده دلوقتي بيتحط في الناس دي مع الناس دي، انتوا عايزين ايه تاني اكتر من كده؟ يا شويه حقده، يا شويه ناس جهله. انا بكلمك بقى بجد، لان بصراحه الله يكون في عونه. بس هو ما اكيد ما بيبصش للكلام ده. لا احنا اللي نبص بقى، احنا اللي ندافع عنه. ما ببص والاقي حد ممكن يهاجم صلاح. طب بتهاجمه ليه؟ عشان ايه؟ وهقول لك على حاجه، اقسم بالله تلاقيه كبيره انه عنده شاشه بس بيتفرج على الماتشات. يعني لا لاعب كوره ولا درب كوره ولا درس كوره ولا ذاكر كوره ولا حل الكوره ولا لعب. واخد بالك؟ ما لعبش. وتلاقيه بقى وفي جيبه مثلا ما فيهوش 3 جنيه، وتلاقيه جاي ماسك جايب اللي هو الباقه الصغيره بجنيه ونص دي، ويقول لك عشان اطلع اقول كلمتين لصلاح يحرقوا دم. يا اخي اتحرق دمك انت ودم الباقات اللي ورتنا الاشكال دي. ده احنا بصراحه حاجه تقرف وحاجه تزهق وحاجه. هيعمل لكم ايه تاني؟ راجل بيلعب في افضل انديه في العالم، راجل بيجيب اجوان وبياخد بطولات. هو في حد عندنا خد يعني من اللعيبه المصريه اللي هم عاملين اساطير اساطير خد دوري الابطال؟ خد دوري انجليزي؟ مفيش يا كابتن حاجه. لا طب اضرب دماغي في الحيط. لا يا صدق اضرب دماغي في البنك ده عشان الناس هيعمل لكم ايه؟ على رأي فنانتنا شيكارة، شيء لا يصدقه عقل. والله العظيم. وهم برضو يقول لك ايه، اصل كان المفروض عمل الجون ده كده، ما كانش عملها كده. انت مالك يابا؟ انت لعبت كوره، خد تعالى. انت لعبت كوره، انت تعرف ايه عن الكوره عشان تقول لي ده؟ هي معروفه شويه اشكال، ان شاء الله ربنا يخلصنا منهم باذن الله يا رب. مش هتسمع صوتهم، لازم نسحب منهم الباقه بقى كده باذن الله. لا هو الفكره كمان ان هو مش عندنا احنا بس، ده الانجليز نفسهم ابتدوا يحطوا صلاح من ضمن اساطيرهم في كره القدم، واعتبروه واحد منهم يعني، فاهم يا كابتن؟ بيعملوا له تماثيل. انت عايز ايه؟ مش لينا احنا بس، احنا هنا بنحدفه بالطوب. احنا هنا لو طولنا، لا لو طولنا في الماتشات لما بيجي ناس يقول لك ايه، لا صلاح هنا مش زي هناك. طب ما انت هتجيب القماشه اللي هناك زي اللي هنا؟ يعني مع كل الاحترام، يعني انت بتلعب ورا طارق حامد، هناك بيلعب ورا مين؟ لا انا بكلمك بجد، احنا هنضحك. ماشي طبعا، امكانيات مختلفه اكيد. فانت عشان كده
بيظهر هناك ليه؟ لان معاه لعيب الكوره، معاه فكر مدرب بيطور الناس دي عشان تبدا تطور لصلاح. عشان كده بتلاقي صلاح مختلف هناك غير هنا. انت عندك احنا عندنا الكوره عقيمه بدليل الاختيارات اللي هي اللي هنتكلم عليها بعد شويه. هتربطها يعني؟ طبعا هتربطها ببعض. يعني انت مثلا مع كل طبعا هو كله لعيب الكوره كويسه وكل حاجه، بس في لعيبه ما تستاهلش تنضم الفتره دي وهيلعبوا جنب صلاح، وتيجي مطالبه ان صلاح يشيلهم وهو اللي باصي وهو اللي يرقص وهو اللي يقطع الكره من الجون وهو اللي يطلع من الجون وفي الاخر يجيب لك جون. عشان هو نجم كبير فالناس بتحاسبه هو في هتحاسبه. طب انا مالي، بس هي لعبه جماعيه. ما انت جايب لي مش جايب لي العوامل اللي تساعدني يا عم فاروق. انت جايب عوامل عشان واحد قاعد جنبك بيقول لك خد ده وما تاخدش ده. على فكره الراجل ده مع كل الاحترام ليه جاي ياكل عيش من اول مره جه وعمل صدام مع محمد عواد. هو لو راجل قوي الشخصيه ما يضمش عواد، مش ما يضموش عشان العند في التجمع ده. مش ما يضموش عشان العند، ما يضموش عشان ان هو مستواه اقل جون من ساعه الدوري ما بدا لغايه دلوقتي، من ساعه افريقيا ما بدات لغايه دلوقتي، من ساعه السوبر ما بدا، السوبر اللي هو بتاع الهلال والسوبر بتاع الاهلي، لان هو اللي يسال على الجون الاولاني مليون في الميه. لكن كان في المعسكر الاولاني يا كابتن كان يستحق يلعب، كان يروح ويلعب. ليه؟ لان هو اللي مفنش، كلنا شايفين الشناوي بعيد وجاد بعيد وكان احمد الشناوي بتاع بيراميدز بعيد، لا ده اللي كان فارق وفرق مع الزمالك في الدوري والكاس. انما انت لو هتاخده مستوى دلوقتي لا. انما واخده يراضيه. هو في يعني معلومه ان الاتفاق كان مسبق ان هو بسبب كل استبعاده ان هو هياخده المره دي. يا فاروق احنا ربنا بغض النظر بقى عن المستوى الفني، لا احنا ربنا يعني عرفناه بالعقل صح؟ طبعا. انت في المره الاولانيه لو في اتفاق مسبق زي ما انت بتقول ما كانش عواد طلع على صفحته واتكلم. مش في اتفاق؟ تمام. انت طالع تتكلم ليه؟ بلاش. كان فيتوريا ده لما عمل المؤتمر اللي هو بعدها بيوم ولا بيومين وقال لك ايه يعني دي وجهه نظري والكلام ده، مش كان قال لك لا انا متفق مع المدير الفني بتاعه وجبت اللعيب وقعدت معاه وكان قال كل الملابسات دي؟ ما قالش ليه؟ لان ما كانش في اتفاق. هو واحد قال له خد ده ولعبه عشان يرجع فورمة، ده رقم واحد في افريقيا وفي مصر، فاخده بدليل ان هو لعبه الماتشين. مش هو كان ضم مع احمد الشناوي ما لعبوش وضم ما اعرفش كان مين تاني؟ محمد صبحي. صبحي كان موجود، واخد بالك؟ صبحي مش موجود. طب الماتش التاني طب لعيبه الشناوي الشوط الاولاني، لعب الشناوي التاني الشوط التاني صح؟ ما لعبوش ليه؟ فاذا ان ده من الاخر جاي ياكل عيش. احنا قلنا ديت شروه وربنا بلانا بيها حتى بتاع منتخب الاولمبي، بس مش هتشوف الكلام ده بقى الا اما الدوري بقى والماتشات تبدا تشتغل. طب قبل ما اتكلم يا كابتن على الاختيارات ونكملها يعني، هل ماتش زي بلجيكا ده ممكن ياثر على زي ما نقول كده ال وجود فيتوريا في المنتخب للفتره اللي جايه؟ يعني هل ممكن مصيره، ممكن القيمه بتاعته لدى المنتخب الجماهير ولدى مجلس اداره الاتحاد تقل شويه لو حصل نتيجه عكسيه يعني او غير ايجابيه؟ خلاص هم جم وحصنوه بالماتشين اللي عملوا له الدين اللي هم ليبيريا وكانوا ايه تاني والنيجر هم حصنوه وعرفوا الناس ان ده هيقعد معانا 4 سنين. انت بقى لو عايز فعلا تقيس عليه مستوى كنت اديته ماتشين كواي في الفتره دي مع العلم. قصدك على النيجر بدل النيجر وليبيريا؟ مع العلم ان في الحاله دي انت تعذره. ليه بقى؟ لان كان في نغمه قبليها من المرحوم اللي كان مشي ده اللي كان ماسكنا ده وقال لك ايه مفيش لعيبه في مصر كيروش، واخد بالك؟ لا في لعيبه بس احنا بنجيب للاسف المدربين اللي زيكم اللي هي جايه تاكل عيش ومش وما عندهاش درايه عن اللعيبه ولا الكره المصريه ولا حتى اساسيات التدريب لانك انت بتقول مفيش لعيبه في مصر واللعيبه دي توصلك للنهائي افريقيا وتيجي انت حضرتك تقعد زيزو وانت شايف ان الشوط الاولاني انت مفروض عايز حد يحرك الحته اللي قدام بتاعت صلاح ولما نزلت زيزو اخر ربع ساعه ضيع كورتين، فاكر ولا مش فاكر؟ فاكر الماتش السنه اللي فاتت. يعني العيب فيك انت مش في اللعيبه دي. فاحنا كنا عايزين يجيب يلعب ماتشين كواي
عشان احنا نقتنع كجماهير وكنقاد وكاعلاميين وككله ان احنا فعلا الكره عندنا ماتشين قوي. هو اصلا بس خد انا انا انا, أنا مع مش معاك في النقطه دي. ماتشين قوي وانا لسه اصلا مش عارف اللعيبه واول مره اشوفها واول مره اقعد معاهم 3 4 ايام قبل. طب عملت الماتشين ليه؟ قول لي الهدف من الماتشين. تعرف على اللعيبه. طب كنت عملت معسكر بدل الماتشين يعني؟ طب ما انا استفاد من الماتشين برضه. ما لهمش لازمه ده انت لو جبت سماد ابو قير ولعبتهم الماتشين دولت احسن ما تلعب على الاقل سماد هتهاجمك. بس برضه انت بتتكلم برضه ايه في اجنده دوليه بتتحط لك في الرانكينج بتاعك في التصنيف. يبقى طالما ان انا هجيب ودي اجنده دوليه اجيب فرقتين انا استفاد منهم. اجيب بقى الفرقتين عشان لما اخسر اقول انا عندي الجبهه اليمين والجبهه الشمال والعقم هنا والايجابيات هنا والسلبيات هنا عشان ابدا المعسكرات الجايه تلاشى كل الكلام ده. انا هم جايبين ويكسب الماتشين دول عشان اقول لك بس احنا جبنا واحد عالمي. اسكت برضه الناس فاهمه وعارفه. اسمعني بس ده هو بس عشان يحصن الاتحاد. اسمع عشان يحصنوا نفسيهم. ما انت دلوقتي جابوا اهاب جلال ايه اللي حصل 10 ايام وكابتن جهاب مش سيبك من الدنيا كلها قلبت على مين؟ على الاتحاد. فجم قاموا جايين مسلمين الورق لحازم امام. احنا مالناش دعوه بالكوره وخد يا عم حازم انت ايه دي. حازم امام راح جاب شروه. الشروه دي انا بقول لك اهو على مسؤوليتي المعسكر اللعيبه اللي بتتاخد دي ما بتخرجش من ايد حازم امام. في اختيارات يعني يا كابتن؟ اه طبعا. يعني الراجل ما بيختارش معقوله؟ يا عم اسمع الكلام بقى. ما احنا الراجل جاي ياكل عيش. امال اللفه اللي الراجل بيلفها وبينزل لفه ايه؟ ما كانش خد عبد الله جمعه ولا محمود علاء ولا اسمه ايه ده عمر جابر. هو دلوقتي افضل من اول الدوري ما بدا لغايه دلوقتي مين افضل لعيب في الحته بتاعت الرايد دي؟ اكرم كريم فؤاد. اكرم ايه؟ انت بتتكلم في المنطقه اللي هو اصلا. هو اصلا باك رايت. طيب ماشي. ما هو اكرم بيلعب في باك رايت. ماشي انا لو باك رايت هاخده باك رايت برضو. اخده باك رايت. امال هاخده ايه؟ هو مفروض كريم فؤاد الراجل كولر بينزله يا عم. انا جاب كولر بينزله بيخاف ما يطلع اكرم توفيق فبيلعبه هو هنا قدام اكرم عشان يسد الحته دي. طب انا هاخده تالقه على ان هو باك رايت ولا اخد تالقه ان هو وينج؟ لا هاخد تالقه يعني انا لما اختار كمدير فني. اسمع شايف ان هو متالق ولكن في المنطقه اللي هي الوينج. لا على عيبه هاخده ايه بقى؟ على عيبه باك رايت يبقى ده مفتاح لعب مع صلاح لان في الحته اللي قدام دي مين؟ هل ان انت تقعد صلاح وتلعب كريم ولا هتلعب حتى زيزو يعني ولا هو ولا اكرم في الباك رايت يا كابتن حاليا؟ لا هو انا قلت لك اكرم ربع ساعه وبعد كده ما بتشوفوش لسه ما دخلش فورمه لسه ما رجعش اكرم اللي انت اللي هو ايام ما كان ناهي لسه لان اكرم عايز تشوفه كان بيهمد ال 90 دقيقه ما كانش بيهمد ده اخر دقيقه زي اول دقيقه بيبدا دلوقتي ربع ساعه تلت ساعه ويستخبى فبمجرد ينزل له كريم عشان ينشط الحته دي فكريم ماشي كويس قول لي بقى انت تاخد كريم ازاي ما تاخدش كريم ازاي وتاخد جابر ازاي عمر جابر ازاي خدت بناء على ايه عبد الله جمعه اذا كان الراجل اصلا في نادي الزمالك في ماتش الاهلي والزمالك اللي هو ماتش قوي لما اتصفى الطوح غير عمر جابر ناحيه الليفت وما نزلش عبد الله جمعه حصل صحيح طيب بدا حتى في الماتش اللي هو الامبي الاخير مفروض يبدا خلاص احنا قلنا غلط في الماتش بتاع الاهلي ما كانش شايف الراجل كان بعيد عبد الله جمعه وخاف عليه ماشي طب انت دلوقتي عندك ماتش في الدوري ابدا بعبد الله جمعه ولا بعمر جابر تمام ده اشول وده بيلعب برجله اليمين بتلعب اللي هو برجل اشول اللي هو عدلته ده الف في كوره صح يعني اذا الراجل مش مقتنع بيه العبقريه بقى تيجي لفيتوريا يقوم جاي ضم عبد الله جمعه في العشر ده اللي عمله ده العمل لاوفر ولا شاط على الجون ولا عمل ترقيصه هو يعني تبريره ان هو افضل الموجودين في الجبهه دي في الوقت ده ليه طب ومحمد حمدي بتاع المقاولين الصغير ده وكان لعب في ماتشات افريقيا بتاع انبي بتاع انبي في واحد اسمه محمد حمدي في انبي تمام في انبي في انبي في شكري بتاع سيراميكا وفي محمود وحيد في وصبري رحيل والله كان كويس والله وصبري رحيل في الاتحاد وفي السيد اسمه السيد ايه برضه في الاتحاد لعيب كويس قوي برضه سيد سالم بس سيد ما سالم. ما لعبش الفتره انت بقى لو عايز ما هم كل دول تشيله هم وبيلعبوا يعني انت بتقول لي صبري رحيل بيلعب ولا ما بيلعبش لعب في الاتحاد وعمل ماتش كبير واخد بالك وسبب من اسباب فوز الاتحاد في كام ماتش بلاش في المحله اللي الراجل اللي هو اللي اسمه اب سمير ما هو ماشي كويس ورجليه واشول وانت كمان بتاخد يعني بتاخد من اللاعبين اللي يعني اخد من حرس الحدود اهو زيكو مصطفى زيكو يا عم لا ده وجه جديد ده خلاص ده وجه جديد احنا بنتكلم على
طالما ان انت عايز في الحته دي يبقى في ناس بتلعب. طالما ان انت فكرت بقى في عبد الله جمعه ده عشان لا. طب هي النقطه بقى، هل هو بالراجل دلوقتي حد بيقول له لازم اهلي وزمالك تختار منهم، ولا شايفها ازاي برضو كابتن؟ يعني اختار عبد الله جمعه دي عشان اهلي وزمالك، او زمالك بقى هنا بنتكلم هنا ممكن يكون عشان يسوي الكفتين شويه. وخلي بالك لو علي معلول مش تونسي كان اتاخد. ايوه علي معلول بقى لو مش تونسي هيتاخد، فما كانش خد عبد الله جمعه. هو هيبقى طبعا ده مكسب كبير لمصر يعني كلاعب. فانا بقول لك لا، هي فيها توازنات وفي كمان مجاملات. يعني قبل التوازنات في مجاملات. العب يا عم وكسر الدنيا ما عندناش مشكله. هنرفع لك انا مش كريم فؤاد ده السنه اللي فاتت كنت بقول له لبس الفانيلا الحمراء ازاي؟ حصل معاك السنه دي مختلف معاه تماما، مختلف معاه. يعني انت غصب عننا ولا لا؟ هو اللي هزبط بمستواه ولا لا؟ صح صح. احنا بنجامله؟ لا لا ما بنجاملوش. ده الراجل بيقدم مستوى. هقول لك على حاجه والله العظيم، الوحيد اللي واقف على رجله في فرقه النادي الاهلي كلها هو كريم فؤاد. هو السبب في الفوز في ماتش الاسماعيلي، في الماتش بتاع اسوان، في الماتش اللي هو التالت دوت اللي هو كان الداخليه، واخد بالك؟ وطبعا ماتش الزمالك لما نزل وجاب الجول. فاذا ان هو الوحيد اللي مستواه ثابت ومفروض ما يقعدش. طبعا الناس هتقول لك إيه انت السنه اللي فاتت كنت بتقول، بس دلوقتي هو فرض علينا بمستواه ان احنا لازم نتكلم عنه ونديله حقه. مش من الطبيعي انك لما تشوف حد كويس تقول عليه وحش. ما انا عمري طالما كويس، وعمر جابر ده اللي احنا لو بقى كويس هنقول كويس، بس هو مش كويس. ليه؟ لان اصلا كل لعبه لورا. ما احنا مشينا طارق حامد عشان كان بيلعب لورا، فانا رجعنا تاني واحد بيلعب بكرايت عشان يعمل لك كروس او يروح. طب اقول لك ده ماتش انبي، كورتين يخلص الماتش، كورتين جول، واحده اللي تردت وشاطها في السماء، والتانية اللي برضه نفس الكره الاولانيه لو حطها بطن رجله في البعيده جول. اللي هو بيعملها لزيزو. بتعملها لزيزو ليه؟ دي عدم ثقه. بيعمل كام كروس الراس حربه بيستفاد منه؟ ما بيعملش. هو بس فالح ايه، يجي لك واحده في نص الملعب وعامل تاكل، يقول لك يا ده عمر جابر النهارده ما شاء الله. ده انا عايزه في الحته دي يعمل تلات اربع كورسات نجيب منهم جنيه. تمام، هطلع لفاصل كابتن وارجع اكمل النقطه الخاصه بمنتخب والماتش اللي جاي. انت بتلعب بلجيكا، لو انت بتتكلم بقى على الماتشات الكبيره والقويه اللي تقدر تقيم فيها نفسك، انت بتلعب تصنيف يعني الاول او الثاني دلوقتي. بلجيكا التصنيف اول قبل كده، ودلوقتي هي التصنيف الثاني، وبالتالي هتقدر تقيم نفسك انت فين ولعبتك عامله ازاي وامكانياتك عامله ازاي، وهو كمان كمدير فني يقدر يشتغل ازاي. هطلع لفاصل كابتن عبد العال مكملين معاه بعد الفاصل. طيب هنكمل مع حضراتكم كابتن رضا عبد العال وحديثنا عن منتخبنا الوطني واستعداده بقى لمباراه بلجيكا يوم 18 بامر الله. كابتن، بعد القائمه اللي تم الاعلان عنها اتكلمنا، وفي ناس اتكلمت على سواء بقى اللاعبين اللي انضموا او اللي ما انضموش، والاستحقاق مين يستحق ومين ما يستحقش. حضرتك لسه بتتكلم على كريم فؤاد، بتتكلم على عبد الله جمعه، بتتكلم على عواد. انا عايز برضو وجهه نظرك من خلال القائمه دي، مين اللي يستحق فعلا التواجد ومين اللي ما يستحقش التواجد من خلال اللاعبين والقائمه الموجوده بالنسبه لقائمه منتخب؟ طيب نقول بسم الله. مش الشناوي ماشي، عواد لا. على المستوى الشناوي ماشي، عواد لا. محمود على المستوى في الوقت الحالي. الوقت الحالي قبل ما تكمل، هو الطبيعي ان انا اما باخد لعيب باخده على المستوى اللي فيه، ولا اخده على هيستوري بتاعه او تاريخ كان موجود بالنسبه له؟ ما انت لو على التاريخ كنت خدته المره الاولانيه. انا بتكلم بشكل عام مش على لعيب معين. لا، ما احنا بنتكلم دلوقتي على عواد. يعني هو لما اتكلم، انا هاجي لك في التصريحات بعد كده لما اتكلم على وجود محمود علاء، قال لك هو تاريخه موجود في المنتخب ان هو كان. يا عم ده اتفرض عليه، خد مني بس. طيب انا بقول لك احنا دلوقتي، انت دلوقتي بتضم على ايه؟ على مستوى ولا على تاريخه؟ طب ما نجيب سيكابالا، صح؟ عبد الله السعيد مثلا. عبد الله السعيد. بس عبد الله عشان البيراميدز مش مثل. لا انا بتكلم لو في رمضان فكره الانضمام، هو في ناس هتنضم ممكن من البيراميدز بعد. في لعيبه ما يعني انت ما تقدرش تقول بيم. دي قائمه المنتخب، واخد بالك؟ فاحنا بنقول على المستوى دلوقتي اللي انت ضميت عليه. تمام ماشي. محمود جد قلنا ماشي، اكرم توفيق ماشي،
بس كريم فؤاد معاه، عمر جابر لأ، متولي متولي طبعا اه، محمود علاء لأ، لأن في الحتة دي أحمد حكم بتاع سموحة كويس قوي قوي، في عندك خالد رضا بتاع إنبي كويس قوي، في عندك كذا مساك كويسين، ادوهم الفرصة ادوهم الفرصة. ما انت شفت محمود علاء، انت محمود علاء أصلا قعد فترة ما بيلعبش في نادي الزمالك وجي أول ماتش لعبه اتطرد وانت ما شفتوش تاني، طب خدته بناء على ايه؟ عشان اتطرد؟ مع الاتحاد طرد أيوة. مع الاتحاد اه تمام. بقى محمدي ماشي، عصام عبد المجيد ماشي، حسين السيد ماشي، عبد الله جمعه لا، حمدي فتحي ماشي، مروان عطيه ماشي، امام عاشور ماشي، محمود حماده لا، لان في الماتشات الثلاثه اللي لعبوا مع فاركو ما باينلوش اي كرامات. عمرو السيسي ماشي. هنا بقى عمرو السيسي المعسكر الاولاني ما خدوش، خدوا ليه؟ عشان لبس فانيل الزمالك، مع انه افضل لاعب في نص الملعب، ده الكلام ده من السنه اللي فاتت. انا بقول توازنات كده يا كابتن، دي إيه؟ كده عمرو السيسي من الانضمامات اللي فيها توازنات، مش التوازنات، هو عشان لبس الزمالك. ما انا بقول لك توازنات ما بين الاهلي والزمالك، دي مالهاش دعوه بالتوازنات. دي عشان لبس الفانيلا، انت فاهمني؟ طب ما هو قبل ما يلبس الفانيلا وهو كان في طلائع الجيش كان مكسر الدنيا عن السولية وعن حمدي فتحي وعن طارق حامد وعن اي حد بيلعب في الحته دي. ما اتاخدش ليه؟ وكان عن مهند لاشين كمان، كان مهند بيتاخد، ده ما بيتاخدش. صحيح، واخد بالك؟ فانت دلوقتي خدته عشان لبس فنيه الزمالك بس، انما هو كلاعب قد اي حد في نص الملعب في الفتره دي. تمام، هتقول لي مين؟ حمدي قده 100 مره، طارق قده 100 مره، السولية قده 100 مره. واخد بالك؟ لان هو لعيب كويس قوي. يمكن هنا السنه اللي فاتت في ماتش الاهلي والزمالك، في الاهلي وطلائع الجيش في السوبر، انا قلت لك عمرو السيسي كان بيلاعب ديانج والسولية وحمدي فتحي، كان بيلعب عليهم الثلاثه وكان مدغدغهم. هنيجي نقول احمد سيد زيزو ماشي، قفشه ماشي، طاهر محمد طاهر عشان الترقيصه بتاعت امام، يعني ما في لعيب احسن منه. لو انت عايز بقى في احمد رفعت، احمد عبد القادر ماشي، مصطفى زيكو ده وجه جديد ماشي، محمد شريف ماشي، مروان حمدي ماشي، احمد ياسر ريان ماشي. فين شادي حسين بقى؟ ما انضمش. طب شادي حسين ده مش بيكسب اصعب ماتش للنادي الاهلي، ماتش الاسماعيلي؟ صحيح، وده راجل هداف. طب ما انضمش ليه؟ لا، والراجل كان سيراميكا السنه اللي فاتت والسنه دي برضه مكمل مشوار. واخد بالك؟ كريم فؤاد ما انضمش ليه؟ اللي هو احسن لاعب في الدوري المصري الثلاث ماتشات اللي فاتوا، بما فيهم ماتش السوبر. مين تاني؟ في ناس انضمت ما تستحقش، وفي ناس ما انضمتش تستحق. طيب اسمح لي يا كابتن بس سريعا، بس اخد التليفون ده معايا السيد المستشار الشافعي صالح رئيس نادي اسوان. النهارده تم الاعلان عن المدير الفني الجديد، وبالتالي يعني البحث كان مستمر في الفتره اللي فاتت، ولكن نادي اسوان لقى مراده من خلال الكابتن ايمن رمادي النهارده كمدير فني جديد وحديث لفريق اسوان. سياده المستشار تحياتي لحضرتك. تحياتي لحضرتك وتحياتي لضيوفك والكابتن رضا عبد العال وكل ضيوفك الكرام. يعني حبيبي يا استاذ، نورت وشرفت يا فندم. يعني خلينا نقول ان اكيد الفتره اللي جايه فتره لاستعاده التوازن بالنسبه لفريق اسوان في الدوري الممتاز، وبناء عليه تم يعني توجيه الشكر للكابتن ربيع ياسين، والنهارده بيتم الاعلان رسميا عن كابتن ايمن رمادي كمدير فني. الفتره اللي جايه وايه اللي ممكن يكون جديد مع كابتن ايمن رمادي في الاداره الفنيه لنادي اسوان؟ وانت عارف نادي اسوان ده اسم كبير واكبر من الاشخاص اولا، واكبر مننا كلنا. النهارده الكابتن ايمن الرمادي كان احد ابناء النادي المخلصين اللي هم لعبوا في النادي 89 90، والراجل بمجرد ما تدخل يعني المخلصين برضه من ابناء النادي في عرض اسمه والتواصل معاه، رحب وانا بشكره باسمي وباسم مجلس الاداره وباسم شعب اسوان كله على مبادرته في ان هو يرحب بانه يقود فريق اسوان في الظروف اللي احنا فيها دي، دون الحديث في اي تفاصيل الا الجهاز الفني اللي معايا، الجهاز المعاون. احنا قلنا له هيجيب المدرب العام وهيجيب المدرب حراس المرمى والمعد البدني، له مطلق الحريه في اختيارهم. احنا عندنا ابناء النادي اللي موجودين المخلصين برضه، عندنا الكابتن حماده السيد
وعندنا الكابتن هيثم الفيلو وعندنا المحلل الاداء اللي هو كريم فهمي. والراجل اللي هو عد النهارده لسه احنا مخلصين معاه اجتماع كونفرنس مع هو في الامارات مع مجلس الاداره واتكلمنا في كل التفاصيل. والراجل ان شاء الله الاربع هيقود ان شاء الله باذن الله يعني هيقود مران الفريق ان شاء الله الاربع. فكره الاتفاق على العقود والمقابل المادي كابتن ايمن لا هو الراجل والله كابتن احنا ما اتكلمنا في المقابل المادي خالص ولا راضي يتكلم معانا في فلوس لانه هو زي ما انا قلت لحضرتك ابن النادي والراجل ده كان سبب في ان احنا يمكن نتاخر لحد ما ندور على حد يعرف ظروف النادي ويفهم ظروف النادي ويكون حابب ان هو يقود تجربه جديده ليه وهو الحمد لله كل ده توافر في الكابتن ايمن وما اتكلمناش في تفاصيل ماديه ولا هنتكلم في تفاصيل ماديه لحد وجوده لانه هو رحب بالفكره بقول لحضرتك وتجربه جديده بالنسبه له عايز ياخدها من خلال النادي اللي كان بيلعب فيه هو كان ممكن يجي في نادي تاني لكن هو رحب بان هو ايه يكون من خلال النادي اللي كان احد ابنائه بير اثناء هو ولاعب كوره في كلام ان كابتن سمير كمونه ممكن يبقى موجود من الجهاز يعني من ضمن الجهاز الفني. انا هتكلم في الجهاز الفني المعاون بتاعه لان هو حر في ان هو يجيب الجهاز المعاون اللي نجح شغله لان انا مش يعني ماليش دعوه بده ان انا كل كان تمسكي بابنائي اللي هم موجودين في زي ما انا قلت لحضرتك لكن الباقي ده متروك له هو ازاي ينجح فيه واختياراته هو يعني. بدايه من يوم الاربع بداية من يوم الاربعاء هيكون في اسوان ان شاء الله. لكن يعني خلينا نتكلم هل كان تم التطرق لحديث فقط عن الفتره اللي جايه ولو كانت النتائج ايجابيه ده حاجه جميله لو الامور مثلا ما كانتش ايجابيه هل في يعني اتفاق في شيء مسبق ان مثلا لان في انديه تقول لك 3 4 ماتشات والاتفاق مع المدرب وعمل تحديات كبيره مع فرقتك كانت ما مهدده بالهبوط في الامارات وانت حضرتك تعرف التفصيل ده اكتر مني احنا النهارده مش هنسبق الاحداث يعني ايا ما كانت النتائج فربنا يكرمنا ان شاء الله وهو سيقود ان شاء الله الفريق لنهايه الموسم يعني يعني مده العقد موسم بكامل ان شاء الله باذن الله. بشكرك يا فندم ست المستشار الشافعي صالح رئيس نادي اسوان خلال طبعا الاعلان رسميا عن ان الكابتن ايمن الرمادي هو المدير الفني لفريق اسوان في الفتره المقبله. كابتن رضا ارجع مع حضرتك ومنتخبنا الوطني. طيب قبل بس المنتخب اعلق بس الكابتن ايمن ده على فكره مدرب واجهه مشرفه وكان شغال معاه مصطفى صادق لاعب المقاولين العظيم اللي لو تفتكر اللي هو الفرويد كانوا في الامارات وكانوا عاملين نتائج كويسه قوي هناك واعتقد ان هو طبعا هو الاستاذ الشافعي بيقول لك ان هو من ابناء النادي دي مفاجاه ان لعب في اسوان واخد بالك فعارف كل صغيره وكبيره ان شاء الله يقدر هو وجهازه المعاون اللي معاه يلموا الفتره اللي جايه دي مع ان انا كنت شايف ان كان لازم يعني يصبروا شويه لان لسه الدوري طويل بس هو يعني خدوا برضه على كابتن ربيع قصدك خدوا خطوه برضه ان هي مش وحشه ان انت عندك فتره توقف فهيجيبوا كابتن ايمن عشان يمكن اللعيبه في الثلاث ماتشات اللي فاتوا دولت كان في مثلا فجوه بينهم وبين المدير الفني بين المدير الفني والاداره والكلام ده فهم احسن حاجه ان هم جابوه فتره توقف تمام الراجل يبص على اللعيبه كويس وبعدين هو ابنهم تفرق كتير خلي بالك صحيح. ان مثلا في وقت ممكن الفلوس تتاخر يصبر شويه غير ده ساب الامارات وجاي ما انا بقول لك غير ما هو عايز بقى يعمل هنا في مصر هو الراجل مكسر الدنيا في الامارات محدش سامع عنه حاجه فلازم نشوفه هنا بقى لان في مدربين هنا في مصر واخدين كل حاجه وما بيعملوش حاجه فالراجل عايز يبين بصمته وهو طالما ساب هناك يبقى قبل التحدي يبقى ان شاء الله ربنا يوفقه ويعمل حاجه ويقول لك انا اهو ويبقى بعد كده العين عليه بقى. تمام. طيب نرجع للمنتخب يا كابتن. احنا قلنا رايك في مين اللي ينضم لا وفي اثنين برضو انا يعني كانوا المعسكر اللي فات كانوا موجودين المعسكر ده مش موجودين. مين يا كابتن؟ عبد الرحمن مجدي واحمد مدبولي. عبد الرحمن مجدي ومدبولي يعني انا يعني مع كل الاحترام بقى انت طاهر محمد طاهر جبته عشان ترقيصه واحده، طب احمد مدبولي ده انت جبته ما لعبتوش، عبد الرحمن مجدي لعبته 10 دقايق ولا ربع ساعه، طب مشوا ليه؟ انت ما شفتهوش خلي بالك في لعيبه يعني هيتم يعني في معسكر تاني في اسماء مختلفه عندي انت دلوقتي انت مش جبت المعسكر اللي فات احمد مدبولي ومجدي في واحد لعب واحد ما لعبش يبقى اللي لعب مثلا عبد الرحمن مجدي انت شفته فما عجبكش ما مشيش كمان احمد مدبولي اللي احنا ما شفناهوش انت واخد بالك كنت وريته لنا وبعد كده بقى اتمشيت قعده بس الناس تشوفه
ادوله الفرصه، ولا انت بتحكم عليه ازاي؟ ما ناس ما لعبتش وفي ناس تانية لعبت وبرضه هو مصمم عليها. يعني انت المره الاولانيه انت خدت عمر جابر ماشي ما عملش حاجه، طب ما تشوف بقى كريم فؤاد، واخد بالك؟ ادي فرصه بقى واحد واثنين وثلاثه. هي الماتشات دي كلها مش تجريبيه يا فاروق، صحيح، عشان اشوف. وبعد كده في الاخر لما توصل للهيكل الاساسي اللي في دماغك احنا هنساندك، لان هتخش بقى على الماتشات والصعوبه وكل الكلام ده، اي اختيار هتاخده من اللي بعد كده احنا معاك، لان هنقول ايه؟ والله ادى فرصه لفاروق، وادى فرصه لمدبولي، وادى فرصه لعبد الرحمن مجدي، وادى فرصه لطاهر محمد، انت فاهمني؟ انما ما جيش دلوقتي عمال يعني يتفرض عليا كشوفات بتيجي تتحط، ولاعيبه ما بتلعبش في الانديه بتاعتها، ولاعيبه بتلعب وحشه جدا ومش مؤثره، وتيجي تاخدها منتخب وتلعبها. يبقى انت بتعمل ماتشات وديه دي ليه؟ عشان تعاندنا؟ عشان تعلي ضغطنا؟ القائمه النهائيه يا كابتن، هل من ضمن الاسماء اللي حضرتك قلت لا ما كانوش يستحقوا ممكن يكونوا مش موجودين في القائمه النهائيه؟ يعني الاسماء اللي انت قلتها بان هم ما يستحقوا؟ لا اصبر بس اما نشوف كابتن حازم امام هيبقى رايه ايه وبعد كده نبقى نقول. كابتن حازم ماله؟ في معسكر، معسكر الاولاني. طب قول لي بس، خد عبد الله بعد كده في قائمه بعد كده نهائيه معسكر تاني؟ ها؟ خد عبد الله جمعه بناء، خد طاهر محمد طاهر بناء عليه، خد محمد. طب ممكن اسالك سؤال؟ وجهه نظر كابتن حازم امام في ان عبد الله جمعه يخش، طيب من وجهه نظرك يعني لو كابتن حازم امام بيختار، وانت عارف طبعا كابتن حازم فنيا وراجل يعني لعيب كوره كبير، لو انت بنتكلم اشمعنى عبد الله جمعه يعني؟ طب محمود علاء، ما كل دولت برضه. طب واشمعنى محمود علاء؟ طيب ما دولت كانوا ينتموا يعني كابتن حازم ليوم ما يختار هيختار اتنين، واحد ما بيلعبش واحد مطرود مثلا. هنا العيش والملح بقى. طب ازاي يا كابتن؟ انت عارف لو الراجل ده اختار عبد الله جمعه يبقى ما عندوش فكره. ماشي انا بسمعك. طيب يعني ده لو هو كده يبقى عليه العوض، ما تنتظروش حاجه منه. لو ما حدش بيملى عليه يعني، هو بيجيب من دماغه يعني. ايوه طبعا. وده لا يمكن، لو هو ده اختياره اقسم بالله يبقى عليه العوض. ماشي. قول لي انت لما يكون انا لعيب في نادي كبير زي نادي الزمالك والمدير الفني مش مقتنع بيا، انا فاكر زمان وبيلعب عليا واحد بيلعب برجليه اليمين انضم منتخب مصر بتاع ايه؟ ايه اللي عمله عشان في الربع ساعة ينضم منتخب مصر؟ انا مش ضده، انا مش ضد عبد الله جمعة، بس انا بقول لك على الاختيار انت شفته فيه ايه عشان تضمه لمنتخب مصر. ما دي برضو من الحاجات اللي هي هو الراجل شافه في ماتشات قبل كده في افريقيا وكان بيلعب اساسي. فاروق لاجل النبي، طب ما هو انا بكلمك يعني، ما بقول لك يبقى نرجع بقى خلاص بقى، نرجع عبد الله السعيد بقى، ونرجع كل الناس بقى اللي هي شيكابالا والناس اللي هي ما هم لعيبه اسماء كبيره وخبره وكل حاجه. طب انا هكلمك في تصريحاته، يعني بنتكلم اهو قال على ان سواء بقى عبد الله جمعه او محمود علاء ليهم هيستوري او كانوا موجودين سواء بقى في منتخب مصر. عبد الله جمعه لعب امتى منتخب مصر؟ او كان موجودين بيلعبوا مع النادي بتاعهم كاساسيين. لا انا مالي ومال النادي، انت بتقول لي ليهم محمود علاء بيتكلم على محمود علاء برضه. محمود علاء اخر ماتش لعبه امتى؟ نزل احتياطي في ماتش الامم الافريقيه. بعدها نزل ما نزلش، ده راحوا جابوا رامي ربيعه عليه من البيت ولعبوه. حصل؟ تمام. ده انا لما محمود علاء ابطل بعد الحركه دي ابطل. هقول مش هلعب دولي تاني. لما يجيبوا واحد ما بيلعبش كمان في النادي الاهلي وكان يعني بيفكروا يمشوه كان في يناير اللي فات ويجي يلعب ماتش زي السنغال ده، لا في حاجه غلط في الكوره في مصر هنا، لازم وقفه، وكان لازم يبقى في وقفه من اتحاد الكوره. ده شغل فن يا كابتن يا حبيبي. ماشي طب تعالى انت جبته يا راجل، اختار لعيب جبته بناء على ايه؟ استنى، ما ده ما بيلعبش في فرقته وهيمشوه في يناير، انت تعرف انضمام المنتخب ما مشوش رامي قصدك؟ ايوه كان رايح المقاولين انا فاكر، ده المقاولين اتعرض وفاركو عرض ومعرفش مين عرض وفيوتشر عرض، فاكر؟ ولا كانوا كل ديت كانت اخبار بقى في الهواء؟ لا هو كان موجود وكان، بس رامي قاتل في الوقت ده كابتن. ايه رامي قاتل في الوقت ده؟ انا ماليش دعوه على اللعيب. انا بكلمك على الفكر، الفكر نفسه، واحد ما بيلعبش في النادي الاهلي وهيمشوه. واحنا عندنا ماتش مصر كلها مستنياه، هتوصل كاس عالم، اروح الاعب عمر جابر بكريت عمل لك الفاول في اول دقيقتين وقرب دخل منه الجون، وان الله يحب المحسنين، وقام جاي هربان، وطبعا وصلنا الضربات الجزاء. انت عارف لو الفاول ده ما جاش وربنا كنت هتوصل.
ولا كان هيبقى فيه ليزر بقى ولا ميزر ولا كل الكلام الفاضي ده، واخد بقى. وقام جاي جايب كمان ربي ربيع. فين بقى المسؤولين في الكرة في مصر؟ انا نفسي اعرف، واحنا بنتكلم وانتوا ما بتاخدوش بكلامنا ليه؟ احنا بنتكلم في الكرة وده حق ربنا وعدل ربنا. حق بس قول ان احنا ما وصلناش كاس عالم ليه؟ تعالى يا عم قول لنا، واحد اتنين تلاتة. ده هو هرب خد الشنطة ومشي. وبعد كده بيطالب بفلوسه. ما خلاص كابتن، ما هو الراجل يعني جاي محترف، خلاص ما حققش الهدف مشي وعايز فلوسه. مش كان هو جاي عالم يوصلنا كاس عالم؟ اه امسك فيه، هات الفلوس اللي انت على حتى. فكره ده هم ما كانوا ماسكين فيه فعلا ان هو ما يمشيش عشان يكمل. ما هم ماسكين فيه عشان فشله، عشان يكمل، عشان فشله. طيب انت عارف ماسكين فيه ليه؟ عشان الشرط الجزائي اللي كان مصر كنا كلنا بنقول في شرط جزائي، وقال لك لا ده هو اول ما هيخفق كاس عالم هيمشي. اتضح ان له سنه وتلات شهور ولا اربع شهور، سنه وربع، صح؟ صح ولا غلط؟ اعداد قول لي بس عشان انا ناسي. قال له كم شرط جزائي؟ سنه وكم شهر شرط جزائي لو 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 مشي. هو ليه فلوس عامه الراجل، هو الراجل كان ليه فلوس. طيب هم بقى كانوا عايزين يرجعوه تاني عشان الفلوس دي ما ياخدش الشرط الجزائي. فبعد الشرط الجزائي ما حدش غير يمسك منتخب مصر، فبقى يتحايلوا طيب عليه. كانوا جايبينه ب 130 الف دولار، راح ايران ب 50 الف. ده احنا اقسم بالله ولا عليك كسار، العصايه دي ببلاش والعصايه دي بفلوس. ايه هي نفس العصايه؟ لا هو بياخد العصايه اللي بفلوس، واخد، واحنا اللي بناخد اللي ببلاش. طيب هكمل لك التصريحات. هو قال تصريح ممكن اقول لك عندي مصدر خاص بالبريمو اتكلم ان في تصريح خاص بكريم فؤاد ان هو لما اخده في المعسكر الاولاني هو اخد لعيب. الناس زعلانه ليه؟ انا اخدت لعيب انتوا كنتوا اصلا ما بتلعبوش، وانا دلوقتي اخدته عشان كنت واثق فيه، وانا دلوقتي صح لا صاحب الراي ان انا ما اخدوش. بيكذب علينا لان بص، واستنى بس اكمل لك ان كان في جدل ما بعد التصريح ده ان يتم تعديل التصريح بتصريح جديد في الفترة اللي جاية، لان ده ما كانش تصريح موفق من فيتوريا، وان هو مفروض يعدل من تصريحه على كريم فؤاد بالنسبة لانضمامه قبل كده او الانضمام. ما هو بيناقض نفسه ليه؟ لانك انت ضميت كريم فؤاد في الفترة دي ما كانش فيه اكرم توفيق. وكريم فؤاد في الفترة دي اخر لو تفتكر خمس ست ماتشات كان احسن لعيب في فرقة النادي الاهلي، فاكر ولا مش فاكر؟ وهو الوحيد اللي في الحتة دي كان بيأدي. وهو والتاني طبعا كان عمر جابر ساعتها ما بيلعبش في بيراميدز، كان بيلعب احمد توفيق، وساعات يلعب هو ينزل اخر ربع ساعة اخر عشر دقايق كده لما مثلا الراجل عايز يعمل تكتيك ولا بيحط حد قدام حد، واخد بالك؟ فهو بيناقض نفسه، دي رقم واحد. رقم اتنين، اللي فات مات، اللي فات مات. طب انت بدأت الدوري، انت الاختيارات دي من خلال ماتشات الدوري ولا على يعني على ذاكرتك انت بقى وعلى الفترة اللي هي قبل الدوري ما يبدأ؟ ما انت انا قلت لك لو مستوى عواد لا، مستوى محمود علاء لا، عبد الله جمعه لا، طاهر محمد طاهر لا، احمد عبد القادر لا، ده على مستوى. انما هو خدت انت دول بناء على ايه؟ دول كله. طب شادي حسين ما انضمش ليه؟ مدبولي ما انضمش ليه؟ هو بيلعب بفرودين، بفرود واحد، وبالتالي عنده شادي حسين مش يعني طاهر، عنده طاهر احمد ياسر كلام بما يرضي ربنا، عنده مروان حمد، طاهر محمد شريف، طاهر محمد طاهر ولا مدولي؟ سيبك بقى من شادي، لا طاهر، طاهر والله طاهر يا عم صلى، ما تحلفش ولسه ربنا تخش النار ولسه والله طاهر. سيب اهلاويتك دي على جنب، والله ابدا بتسيب اهلاويتك دي على جنب، في خبرات ورجوله في الملعب يا جدع، شغل فني وربنا ما بيعمل حاجه، وربنا ما بيعمل. اسمع اللي انا بقوله، مش عشان الجول على فكره يا جدع، اسمع بس، هي الحاجه الوحيده اللي وديته منتخب الترقيصه بس، انما اقسم بالله ما بيعمل حاجه. ده مدولي ده هو اللي مقعد الاسماعيلي السنه اللي فاتت والسنه اللي قبليها. مدولي ده بيلعب برجله اليمين والشمال. مدولي ده لو انت خدته صح والله العظيم يلعب على عمر مرموش، والله يلعب على مرموش لو لعبت في الحته دي. كانت المنتخب بتبقى امكانيات بدنيه يا جدع، سيبك من العوانطه دي، خاصه بمنتخب سيبك من العوانطه دي. ما انا مدبولي بحبه كلاعب. لا لا, لا 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 ده انت اهلاويتك طاغت طاغت طاغت. فين ده بس؟ ارمي بص، ارمي الانتماء بتاعك والله. انا بكلمك كوره برضو، ما انا لعيب كوره برضو. وايه وجهه نظر؟ وعلى فكره ما الناس لازم تفهم، انا عندي وجهه نظر مختلفه وحضرتك عندك وجهه نظر مختلفه، وكل واحد من اللي بيتفرج عليه بس في حاجات عنده وجهه نظر مختلفه.
ما تقولي ده من احسن اللعيبه اللي جت. لعيب كويس ما قلتش حاجه. لا لما تيجي تلعب في منتخب مصر احسن من طارق، احسن من الشحات، واحسن من اي حد في الحته دي. هو الوحيد احسن من زيزو. اه في فتره من فترات احسن من زيزو. وايجابي عن زيزو في فتره من فترات. زيزو لما العجزله كده بيلعب لنفسه خلاص ما بتلاقوهوش. انما ده انا عندي زيزو ولا هو، لا انا عندي مدول. عامه في كمان لسه محترفين. انت بتسالنا اهو. تمام. انت بتقول انا بقول لك ده وده، بس انت هتخير بقى وتقول لي تلاعب مين في الاثنين؟ لا العب مدبولي. مدبولي عنده حلول. رجليه الشمال شغاله، اليمين شغاله، وبيعرف يجيب جول وبيعرف يعمل جول. واخد بالك؟ يعني تلعبوا على كوليبالي مثلا بتاع تشيلسي؟ العب على اي حد. لا. طب ما انت هتلاعب عمر مرموش عليه. ايه اللي لا ليه؟ مرموش بيلعب معاهم في دوري ابطال اوروبا وبيلعب في اوروبا. بيمسك كوره بيرجع بيها لورا، بيمسك كوره بيرجع بيها لورا. ايه يا عم مفروض بقى. الله العظيم ربنا يهديه. عامه لسه في محترفين هينضموا، وبالتالي هيبقى في اسماء مختلفه. ماشي ما كل ده ثلاث ارباعه مش هيلعب. احنا بنتكلم على العداله في الاختيار. تمام. يعني انت مثلا انا دلوقتي مصطفى زيكو ده، يا عم هات لنا ثلاث اربعه زيه، ما عنديش مشكله. ادي امل، ادي امل لكل لعيبه مصر ان هم ينضموا منتخب مصر. ما هو مصطفى زيكو ده قال ان هو هيلعب؟ مش هيلعب، بس المهم ان هو انت فكرت فيه، فبتدي امل لكل اللعيبه اللي بتلعب في الدوري الممتاز ان ممكن في ليل في يوم وليله يبقى في منتخب مصر. بقى ده اسم منتخب مصر كبير ان هو راح معسكر. واخد بالك؟ فتقول لي بقى لا اصلي ده انا اقسم بالله طار محمد طارق ما بيعجبنيش من يوم ما كان في المقاولين. والله ما بيعجبني. هي وجهات نظر يا كابتن. لعيب واخد اكتر من حقه واكتر من امكانياته، وقلت عليه ده اللي هيعوض رمضان. فين عوض رمضان؟ فين عوض رمضان؟ بلاش شادي حسين ده، هو ولا مروان ولا محمد شريف ولا احمد ياسر ريان الفتره دي؟ مين انت شايف مين يا كابتن؟ شادي. وبعد كده حط معاه اتنين من التلاته دول. ده رؤيتك انت بقى. يعني يبقى موجود مع بعد مصطفى محمد، هو رقم واحد. ومحمد شريف بيتكلم على المحليين. مش المحترفين. رقم واحد على المحليين كلهم. طبعا. ما هو احمد ياسر محترف، مروان حمدي محترف، محمد ماشي. شريف محترف. تمام. مش محترف، مش هو اتحط رقم واحد عليهم. وبعد كده احط معاه اتنين مع مصطفى محمد. مصطفى محمد ده محترف، ده حاجه لوحده. او كل لعيبه مصر المحترفين دولت حاجه لوحدها. هو عايز تقريبا واحد مع مصطفى محمد. طيب شادي انت طالما عايز، انت راح تلاعب فرقه زي بلجيكا ده، انت عايز فرصه تجيب من نص فرصه تجيب جون، صح؟ لاعب مصطفى محمد الشوط الاولاني، ولاعب شريف، قصدي شادي، وخد شريف كمان. ايه المشكله؟ ما يمكن تلعب باتنين رصاص حرب الشوط الثاني. طيب هروح لك للماتش يا كابتن. الماتش ده زي ما انت قلت كده هو تقييم حقيقي لمنتخبنا الوطني، بما انك انت كنت عايز اصلا ماتشات جامده من بدل النيجر وليبيريا، وبالتالي ماتش زي ده مش هتقدم فيه حاجه. لسبب ليه؟ لان اصلا بتوع بلجيكا هيبقوا خايفين على رجلهم عشان كاس عالم بعدها باسبوع. وممكن ما يلعبكش بالصف الاول. ازاي؟ زي ما هم جايبين، هم عايزين يلعبوك ليه اصلا؟ ماشي، هم عايزين يلعبوك عشان تبقى انت نفس لا اسلوب اللعب بتاع المغرب اللي ايوه اللي هم في المجموعه بتاعتهم. فممكن تبقى برضو اللعيبه حريصه ان هي ما تطلعش 100% في الماتش ده عشان تروح كاس. هو لو حد اتصاب هيروح؟ ما بيحسبوهاش كده الناس دي. لا بتتحسب كده، بتتحسب كده. ما هو الكلام ده لو هو كان عايز يلعبك كان لعبك بدري شويه في المعسكر اللي فات مثلا. ما هو بقى دي اخر بروفا لكل المنتخبات. يا حبيبي اسمعني، ما السعوديه هتلعب ومنتخبات تانية هتلعب وغيره هيلعب. في فرق بين الفرق دي والفرق دي. يعني الدول العربيه كله هيلعب بقوته في الماتش ده، لان كله طبعا اختيارات بقى وتمت والكلام ده، فكله عايز يودي او يوري بلده ان هو احق ان هو يمثل المنتخب بتاعه. انما الناس التانيه دي هم كده كده عارفين ان ده يعني مباراة ودية، فما تدخلش نفسك في تهالكات ومهالك. يعني انت قصدك ان فرصة لمنتخبنا في حالة ان منتخب بلجيكا لو ما كانش مش هيلعب بقوته 100% كاملة، ان فرصة لينا انك تعمل حتى لو لعب بالتيم الاساسي مش هيلعب بقوته 100% الا في حالة واحدة بس، لو انت استفزيته وجبت جون ولا جونين في اول ربع ساعة. في الحالة دي بقى هينسى ان راح كاس عالم وعايز يرد ان طبعا ازاي انا رايح. يعني مش هيلعب لوكاكو مثلا كابتن؟ بقول لك حتى لو لعبهم مش هتاخد منهم 100% في الاول الا في حاله واحده بس، اما اخش فيهم جون واتنين.
يعني الناس بيتهرج يعني ممكن تنزل ملعب ما تلعبش الناس، لا خايفين على رجليهم عشان ما حدش يتصاب قبل كاس عالم. ماشي خلي بالك. طب لو انت مكانه، مكان لوكاكو ولا دي بروين، هتعمل ايه؟ بس واخد بالي يعني، ما فيش حاجه اسمها واخد بالي. ما انا ممكن ارقص مثلا ويجي واحد زي طارق حامد ده يقول لي خد يجبسني مثلا، هستفاد ايه انا بالماتش الودي؟ ما انا خسرت كاس عالم اللي الناس كلها مستنياه. الناس دي بتاخد كاس عالم ده محطه ليهم عشان يعدلوا من اوضاع نفسهم في الفرق يا فاروق. ماشي بس برضه هما لو اتغلبوا لو ماشي هتفرق معاهم، بس انا بقول لك ايه، مش هيلعبوا بالقوه اللي هي 100% في الاول، الا لو دخل فيهم جون جونين وبدات ان الدنيا تتسحب من تحت رجليهم، هيرجعوا بقى يشدوا بقى في الملعب ويبداوا، ومش هيفكروا بقى في رجليهم ولا في، هيفكروا ان ازاي بنخسر من منتخب مصر 2-1. واخد بالك؟ بس انا بقول لك الانطباع، وبقول لك حط نفسك انت لو رايح كاس عالم وهتلاعب فرقه، هل هتدي 100% في الاول ولا لما يحصل تعثر ويخش في الجون هتبدا بقى يعني ترجع لحالتك وتلعب بقى بقوه تاني وترجع بقى ان انت مغلوب، فمش هتفكر في رجليك. فرصه لينا يعني كابتن في الماتش ده، فرصه فرصه ان انت، انا مش عايزك تكسب بس عايزين نشوف فكر في الملعب، كوره حلوه، لا فكر يعني انت هتلعب الناس دي ازاي، شخصيتنا هتبقى عامله ازاي، هل ان احنا واقفين على رجلينا، هل ان احنا، وطبعا اللي هيعمل لك الكلام ده كل المحترفين. يعني كل المحترفين هم اللي هيخلوك، انت شايف ان التشكيل اساسا هيكون كله محترفين، كل اللاعبين المحترفين طبعا. حاجات بسيطه قوي يعني، مثلا لو كان احمد فتوح موجود كان هيلعب. مين اللي هيبقى موجود يا كابتن مكان فتوح من وجهه نظرك؟ ما فيش باك ليفت، هو عبد الله جمعه بقى. لا مفيش يعني، انا قصدي ان مفيش محترف باك ليفت. مفيش، بس وهو بعدين ما ضمش الراجل اللي اسمه كريم حافظ عشان في في بيراميدز عشان عندهم ماتش، صح؟ لا بس هما ما في المعسكر التاني ممكن، لا احنا بنتكلم على بتاع بلجيكا بقى. بلجيكا ده ماتش يوم 18. طب والماتش التاني بتاع تقريبا 14 الماتش البيراميدز يا جماعه التاني اللي هيبقى العوده هيكون يوم كام؟ تقريبا يا كابتن، لا هي المعسكر التاني او القائمه النهائيه هيكون في، مش هيكون في ماتش بيراميدز تقريبا اللي هو قبل ماتش بلجيكا؟ بلجيكا اكدوا لي بس يا جماعه عشان انا طب بس نتاكد بس التواريخ الخاصه بمباريات الكونفدراليه بالنسبه للفيوتشر وبيراميدز يعني. يعني انت شايف ان هو ايوه الاربع اللي جاي، الماتش التاني العوده هيكون يوم كام؟ العوده لان هم لعبوا كابتن مع بريميرو الانجولي خسوا واحد، الاربع اللي جاي وبالتالي خلاص يقدروا يعني يضم يعني يضم بقى رمضان على الباك ليفت على عادي يعني. طيب اما نشوف بقى ان القايمه النهائيه هتبقى اخبارها ايه. بس دي فرصه كويسه ان يضم. مين بقى مثلا من بيراميدز يا كابتن؟ يضم تفتكر مين يضمه من بيراميدز؟ ومين بيلعب باك ليفت في بيراميدز؟ محمد حمدي. طيب ما ممكن يضمه، ما ده برضه كان منتخب من قبل ما محمد حمدي كان موجود. يعني ممكن يضم محمد حمدي، ممكن رمضان صبحي، ممكن عندك مصطفى فتحي. مصطفى فتحي بس صعب، مش هيرضى. وكريم حافظ انت قلت برضه، بس لو لعب خلي بالك، مع اللي بيلعب محمد حمدي مش كريم حافظ. بس طيب تسمح لي نطلع الفاصل يا كابتن، اتفضل نرجع نكمل كلامنا، وعايز اكلمك على كاس العالم بقى شويه بعد ما نرجع. لا ما تكلمنيش بلاش المنتخبات العربيه واكيد متعه كاس العالم. هتشجع مين انت يا كابتن؟ ارجنتين عشان ميسي بس، عشان ميسي. نيمار ما لا، نيمار برازيل ما برضه الناس مهارات برضه، انت بتحب الماليين بس ميسي عندك حاجه تانية. ازاي وجد الماء بطل التيام؟ يا سلام عليك. الماء موجود خلاص، يبقى انت هتروح لل طب وهل ميسي زي ميسي قبل كده؟ هيفضل ميسي؟ اقسم بالله ده كفايه وقفته في الملعب، وقفته في الملعب بتخلي الواحد يبقى قاعد متسلطه. عسلت يا جدع. نطلع بعد الكوره، بعد ما الراجل ده يبطل مش هنتفرج، مش انا مش هتفرج على كوره تاني. ميسي الامور بالنسبه مش هتفرج على كوره تاني خلاص، الا لما يطلع واحد. هو ده اللي خلانا اتفرجنا بعد مارادونا ليه؟ عشان في ريحه مارادونا. ميسي كان في، فخلانا كملنا. انما بعد كده ما انت تشوف برشلونه من بعد ميسي ايه الاخبار؟ صحيح مش هتتفرج على صلاح يعني حتى؟ ايه؟ ولا ابو صلاح؟ صلاح عشان الوطنيه بس. نطلع لفاصل ونرجع لكابتن رضا عبد العال مكملين.
طيب هنكمل مع كابتن رضا عبد العال، ولكن في كاس العالم، كاس عالم ومتعه يعني المنتخبات الكبيره وانك تتفرج عليها، والاثاره طبعا هتكون موجوده من خلال وجودنا وفرجتنا على هذه البطوله. كابتن هاخدك مجموعه ماشي، اسهل على الدنيا شويه واقول لك مين المنتخبات اللي ممكن توصل، ما دام انت قلت لي خلاص انت ارجنتين، ونتكلم على منتخب كده في كل مجموعه ورايك فيه. ماشي، هكلمك على المجموعه الاولى، وقطر هي طبعا صاحبه الارض، هي موجوده في المجموعه الاولى امامك على الشاشه كابتن رضا. قطر وهولندا والسنغال والاكوادور، اول ماتش قطر والاكوادور، دي اول افتتاحيه كده كاس. لا ما احنا نقول مين اللي يوصل من دول. انا بدي المعلومه بس، مين يا كابتن يوصل؟ طبعا عايز اقول لك قطر بقى عندها ايه، اكرم عفيف السد القطري، الموزع علي الدحيل، عبد الكريم حسن السد القطري، دول افضل اللاعبين موجودين. اكوادور في مجموعه برضو او اثنين او ثلاث لعيبه مش كتير يعني، ابرز السنغال هم الاكثر لعيبه. ايه انجز، عايزين نقول مين اللي هيوصل؟ عايز ننجز ننجز، مش عايز ادي معلومه. قول لي لا ما اصل انت بتقول لي على لعيبه، مع كل احترام انا ما اعرفهمش. انت ما تعرفهمش؟ والله ما اعرفهم بتوع قطر، والله ما اعرفهم. ماشي، ما هتشوفهم هتعرفهم. ولا الاكوادور على فكره كانوا في البطوله العربيه لو تتذكر لما لعبونا. طيب لو بالمستوى ده يبقى ياخدوا اخر فرقه. المهم يعني اللي هيوصل من المجموعه دي رقم واحد هولندا، اثنين السنغال. هولندا السنغال خش بقى، ما عايزين نكتر كتير، خش بقى المجموعه اللي بعد كده اللي انت عايزه يا كابتن رضا. انت ضيفنا النهارده. ماشي طيب، المجموعه الثانيه انجلترا امريكا ايران ويلز. انجلترا امريكا ايران ويلز، ساوث جيت انجلترا وامريكا وامريكا. ماشي ده قرار الكفايه ان ماسكهم كيروش. ده سبب بالنسبه لك ان هم يطلعوا؟ طبعا يعني بالفكر ده لازم يمشوا. طيب ماشي، المجموعه الثالثه الارجنتين حبايبك، المكسيك بولندا السعوديه. الارجنتين والمكسيك. اوكي تمام، بولندا ده فيها لعيبه جامده، ليفاندوفسكي، زيلنسكي، ميليك، تلاقي واحد بيلعب في برشلونه، واحد نابولي، واحد يوفي. ماشي يا كابتن. طيب المجموعه الرابعه فرنسا الدنمارك تونس استراليا. فرنسا. اي ماشي. الدنمارك. ماشي. انا سمعت ان الراجل استبعد الراجل اللي هو البكرايت المسلوسي. فين؟ ما خدوش كاس عالم. في تونس المسلوسي استبعدوه. ده راجل بيفرق. ده كان لا ده انا هقول لك حاجه بقى، الحاجه الاهم ان في ارتياحيه في الجهاز الفني ان مسلوسي ما راحش، يعني برضه راجل مهم بالنسبه له، مفيش مدافعين، وينش غايب، في ارتاح يعني، مرتاحين مبسوطين يعني. فين؟ في نادي الزمالك. انا بتكلم على تونس. وانا بكلمك ان بسبب ان تونس ما خدتش المسلوسي، الناس نادي الزمالك مبسوط. يا فرحتي. ماشي. المجموعه الخامسه يا نهار اسود، اسبانيا طبعا مجموعه صعبه جدا، اسبانيا المانيا اليابان كوستاريكا. اسبانيا والمانيا طبعا. اسبانيا والمانيا. ماشي. المجموعه السادسه. المجموعه السادسه كابتن بلجيكا كرواتيا المغرب كندا، برضو دي مجموعه قويه على فكره. لا برضه نقول كرواتيا وبلجيكا. كرواتيا بالترتيب يعني. طيب المجموعه السابعه كابتن، برازيل صربيا سويسرا الكاميرون. مين يا كابتن؟ لعيبة البرازيل. يعني هتبقى محصورة بين سويسرا وصربيا. كاميرون بعيد؟ ده سونج قال لك انا مين سونج؟ رايح المدير الفني كاميرون. قال لك انا احتمال اخد البطولة. لا والله. ماشي. سويسرا عشان ياخد البطولة ياخد معاه بوتريكا وزيدان. ايوه صح. ديهم ذكريات مع منتخب الكاميرون. يعني انا ممكن اقول سويسرا. سويسرا منتخب كبير برضه. طيب برتغال يا كابتن، اوروجواي، كوريا الجنوبيه وغانا. انا هنا ممكن اقول اوروجواي وكوريا. اوروجواي وكوريا الجنوبيه. برتغال لا، انا بقول لك بقى انا قلت معقوله ده كريستيانو موجود كل ده عشان ميسي انت بتحبه اكتر؟ لا والله العظيم ابدا، كريستيانو بيلعب في الوقت الضايع خلاص.
طب ما هو يعني ميسي ميسي يعني لا لا لا, لا خلاص ميسي هيفضل ميسي لغايه ما يشيلوه كده ويقولوا له شكرا ينزل بقى كذا. طب انت شايف بقى المستوى الفني في بطوله زي كده بالتنظيم ده كابتن ممكن لا هيبدا بص من بعد كل دور اول ما توصل بقى للي يكسب يكمل واللي يخسر يطلع هتلاقي بقى المستويات بتعلى لان في الاول ما انت اربع فرق في المجموعه صحيح فده هيلعب ده وده هيلعب ده وده يعني عنده فرصه واخد بالك ف يعني في فرصه ان انت ممكن تعدل من امورك لو خسرت ماتش او تعادل انما بعد كده بقى الادوار الاقصائيه دي هيبقى تلاقي بقى تكتيك على اعلى مستوى فنيات على اعلى مستوى كوره على اعلى مستوى وهتلاقي نجوم بقى هتلاقي نجوم مش في الحسبان انت تعرف ان انت ما قلتش عن غير منتخب افريقي واحد هو اللي يكمل ما كلهم وحشين السنغال ما انا قلت السنغال ايوه السنغال بس ما انا قلت عشان انا قلت مغرب ولا تونس ولا الكاميرون لا 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 ولا غانا بص يعني انا قلت السنغال وهولندا لان انا شفنا قطر لو هي اللعيبه اللي شفناها في البطوله ما هي هيجيبوا منين تاني يبقى خلاص والاكوادور يعني ممكن بس انا شايف ان السنغال معنوياتها اعلى عندها لعيبه محترفه كتير في خبره كل الكلام ده صحيح ده حقيقي مجموعه كبيره لما تيجي نبص كده يعني قريبه كمان من لعيبه هولندا اللي موجودين في كذا نادي في اوروبا ايوه ما عشان كده يعني ماني بايرن كوليبالي تشيلسي ادريس جاي ايفرتون مندي عندهم تشيلسي عندهم لعيبه محترفه كتير ما انتش فاكر لما كانوا يلعبوا مصر كان عندهم كام لعيب محترف كلهم يا كابتن مين ممكن تشوفه حصان اسود للبطوله دي يا كابتن من المنتخبات لا الكلام ده بقى في دور الثمانية تقدر تحدده بعد ما نشوف ولا ما تقدرش تحدد البطل كمان لا خالص يعني الارجنتين بالنسبه لك ممكن ما ممكن اللي ياخد ما شفتش ماتشات وديه لاي منتخبات في الفتره اللي فاتت لا خالص البرازيل والارجنتين ولا الهوا بس اكيد هتتابع في ماتشات هتتابعها هتبدا تتفرج على الفرق هتبدا تشوف قوه الفرق هل الافريقيه هل اللي هي امريكا الجنوبيه هل ان هي الفرق الاوروبيه تقدر من خلال بقى تبدا ترسم مين اللي يوصل للدور قبل النهائي والنهائي انما اللي ياخد النهائي لغايه دلوقتي مجهول طبعا بس انا شفت البرازيل الصراحه فرقه جامده قوي كابتن ما احنا قلنا الكلام ده السنه الدوره اللي فاتت ومع نفس المدرب ده واخد بالك وقلنا خلاص ده المدرب عرفهم وقراهم وحفظهم وي وبعد كده فوجئنا انهم خرجوا بص الفتره دي مفيش لأي منتخب ملكة لأن في فرق هتفاجئك يعني مثلا صربيا وسويسرا والفرق دي وإكوادور ممكن يكون عندهم لعيبة كويسة فاكر أنت لما الفرقة بتاعت مودريتش لما كملت كانت اسمها إيه؟ مين يا كابتن؟ مودريتش كان لما وصل قبل النهائي أو النهائي وخسر كرواتيا فاكر الفرقة دي؟ ما كانتش في الحسبان ولا في كل التكهنات ولا التوقعات ولا الكلام ده فانت ممكن تلاقي فرقه برضو هتلاقيها كده وخلي بالك في كره القدم العالميه دلوقتي ما بقاش في اسماء انسى الاسماء بتاعه زمان برازيل ايطاليا بلجيكا فرنسا. نفسها كابتن شفت كانت فين وبقت فين في الكوره ما انا بقول لك يعني انت دلوقتي مع المجهول الكاس العالم ده اللي ممكن ياخده فرقه هي مش في حسبانك خالص ولا في حسباننا ولا في حسبان النقاد ولا يعني اللي يطلع دلوقتي يقول لك لا والبرازيل والارجنتين يعني ممكن تبقى فريق يعني اصل دايما اوروبا وامريكا اللاتينيه هم اللي بيبقوا متنافسين دايما على بطوله كاس العالم ممكن تبقى بره القارتين دول اللي هيجتهد يعني ما فيش دلوقتي غير افريقيا ومثلا استراليا مثلا او الحتت اللي هي قاره ثانيه خالص هو انت عارف بكره في ايه؟ لا ما انا بتكلم انت لو تفتكر كاس عالم 90 كوريا الجنوبيه كاس عالم 90 لولا العنجهيه بتاعت امام بيك لو كسب انجلترا في الماتش الاخير ده بدل ما يعمل الكره بكعبه كان شالها كده وجابها جون كان خرج انجلترا ولعب النهائي فاكر ولا مش فاكر فالكره ملهاش كبير هي مجموعه لعيبه مع مدرب مع ثقه وتكسب ماتش الاصرار يزيد عندها الطموح يزيد عندها اوعى فاكر الدنمارك برضو سنه 90 فاكر ولا فاكر كابتن اللي هو فان باستن وريكارد الطاحونه الهولنديه
واخد بالك؟ فاكر؟ ما دي برضو كان جايبينها من على المقاهي والمصايف والكلام ده، لان مش عارف فرقه من يوغوسلافيا ما وصلتش، فقال لك الدنمارك هتخش مكانها لان عندهم كان حرب، فدخلوا وخدوا ساعتها الامم الاوروبيه وعملوا انقلاب في العالم. فاكر؟ صح فاكر. فهي فاكرة. مجموعه لعيبه مع مدير فني مع الطموح مع الاصرار مع الثقه ممكن ياخدوا كاس عالم. طيب خلينا كابتن ناخدك بقى يعني قبل ما نروح لفقره نمبر 1، ويعني عايز اسالك سؤال بالنسبه للدوري الممتاز بعد 3 اسبوع، شايف مين ممكن ياخد الدوري بعد الشكل اللي انت شفته بالنسبه للاكبر فرقتين الاهلي والزمالك؟ لا لسه بدري، لسه بدري، بس بالشكل ده اعتقد ان لو فيريرا فضل مصمم على عناد وعلى طريقه لعبه وعلى اللعيبه اللي مصمم يلعبها دي، اعتقد ان هو مش هيخش مربع الذهبي. قلنا الكلام ده السنه اللي فاتت وخد البطوله، بس البطوله السنه اللي فاتت حاجه والسنه دي حاجه تانية. في ظروف ساعدت السنه اللي فاتت، في اتحفظ والحظ بعد عنه وطريقه اللعب بقت معروفه لاي حد. انت بتلعب بثلاثه ليه؟ في الماتشات الصعبه والماتشات اللي هي الخفيفه. فهو خلاص حفظ ومش عايز يغير من طريقه الحفظ بتاعته. في لعيبه ما تلعبش بيلعبها. يعني برضو في لعيب زي سيد نيمار ده، يعني انت اللي جنيت عليه، انت اللي خليت مصابه كده، لان الراجل طالع طلعه كان هيبقى احسن باك رايت في مصر، وكان زمان دلوقتي بنقول عليه في منتخب مصر. ولكن السبب في عدم انضمام منتخب مصر هو فيريرا. يبقى انت بتقول يا كابتن ان المنافسه في الفتره اللي جايه في الدوري هتكون ما بين ناديين؟ لا لسه ما حدش واضح الملامح. الاهلي 9 بونت والزمالك مش عارف 7 بونت ومعرفش، وبيراميدز لسه 3 بونت ولا 2. بص كل الكلام ده انت عارف، يعني اسوء حاجه ان الدوري كان بادئ جامد. توقف قصدك؟ فالتوقف اللي جه ده انت عارف همدك وهمت فرق. يعني انت مثلا في فرق كانت الاتحاد المحله، فممكن يجي بعد التوقف يجي عليهم بالسلب. وده بيحصل على طول على فكره، ده يجي بالسلب. ليه؟ لان خلاص هم عاشوا ان هم قعدوا وعملوا وخلصوا الموسم في الثلاث ماتشات اللي فاتوا دول، فعبال ما يرجع بقى ويكون ضامن وفي ثقه والكلام ده، ماتش في ماتش هتبص تلاقيه دخل في ايه، كرت حاجات تانية. فاحنا بنقول ايه، ان لو كان مثلا 6-7 ماتشات اتلعب منهم الدوري اعتقد كان كل الفرق، حتى لو الدوري اتوقف بعد كده شهر، كل الفرق كانت هتحافظ على المستوى اللي وصل له ثم المكان اللي هو وصل ليها. فاهمك. واخد بالك؟ انما دلوقتي انت يعني زي ما بيقولوا كده ثلاث اسابيع بس، ثلاث اسابيع وما لحقتش. يعني انت عارف الدوري كان بادئ حلو قوي على فكره، وماتشات وتحكيم وكلاتنبرج ما اعرفش بيعيد، هو الثالث الزمالك بيخسر نقط، واخد بالك؟ فالدنيا كنا عايزين كمان 3-4 اسابيع تحس بحلاوه الدوري، فما لحقناش. صحيح. طيب عندنا فقره نمبر 1 يا كابتن، ناخدها مع حضرتك. نبتديها بلاعب كنت تتمنى انضمامه للمنتخب، كريم فؤاد، احمد الشيخ، احمد عادل ميسي. لا الفتره الاخيره كريم فؤاد. كريم فؤاد برغم ان احمد الشيخ هداف، بس طبعا مش هيلعب على لا عمر مرموش ولا اي حد في الجبهه دي. ليه؟ لان هم انت عارف هيقول لك ده محترف. تمام. افضل حارس في الدوري لغايه دلوقتي كابتن عمرو شعبان، ابو السعود، المهدي سليمان، من الثلاثه يعني. طبعا في حراس مرمى تانيين لكن من الثلاثه دول. يعني انا شايف ان المهدي سليمان مع الاتحاد وعمرو شعبان مع المحله عاملين ماتشات هايله هايله وشايلين بلاوي. يعني ده كان مثلا يروح مكان عواد اي حد فيهم يعني. تمام. لو في عدل اوكي، لو هما بيبصوا للعدل وعلى الماتشات اللي هي تلا، انما واضح لو لهم دعوه بالماتشات ولا بالمستوى ولا الكلام ده، في توريا في التراوه خالص. افضل صفقه في الدوري الموسم ده كابتن مصطفى فتحي، اوموتو، اوسن اوموتو، جون ايبوكا. هما الثلاثه طبعا، بس مصطفى فتحي انا عارف مع تكليس هيبقى اعلى من كده بكتير. تمام. شايف من وجهه نظرك لاعب افريقي ممكن يفتقدوا الكاس العالم؟ محمد صلاح، رياض محرز، اوباميانج. لا صلاح طبعا. صلاح طبعا. الوطنيه برضه؟ لا والله. لا لا بارقامه وبمستوى بكل حاجه. ما هو صلاح يعني مصر بس. بالظبط. هو انت لما انت مثلا دلوقتي لو بلجيكا بتلعبك وصلاح مش موجود، هو ضربه مفيش تقل. انما لما صلاح بيبقى موجود بيتقل اسم البلد واسم اللعيبه واسم المدير الفني، وبيخليك تبقى قاعد مركز وقاعد مستني، انما صلاح مش موجود. صحيح يا كابتن، اتفق معاك في دي. طيب لاعب اوروبي هيفتقدوا كاس العالم يا كابتن؟ ابراهيموفيتش، هالاند، سانشيز.
ابراهيموفيتش هالاند وسانشيز. متهيألي هالاند. هالاند اه لان طالع طلعه جامده جدا. تمام. هو طريقته مش في كاس العالم؟ مين يا كابتن؟ ثلاثة مش كاس العالم، ولا تشيلي ولا طبعا النرويج ولا السويد. افضل لاعب الماني في كاس العالم وجهه نظرك؟ مش ممكن ياخدوه اعاره كاس العالم؟ اه والله المفروض، والله يا كابتن تصدق فكره، والله ياخدوه اعاره. اللعيبه اللي هي ما وصلتش دي زي صلاح وزي هالاند وزي، والله العظيم ممكن انديه يعني منتخبات تستعين بيهم اعاره. الاتحاد الدولي ممكن يا كابتن والله ياخد. طب يلا يا عم اسمه ايه ده اهو ارجنتين اهو، احنا قدمنا لك معلومه هات فكر فيها براحتك يعني. عسل يا كابتن. طيب لاعب الماني، افضل لاعب الماني في كاس العالم من وجهه نظرك على مر التاريخ، اوليفر كان، مولر، كلوزا. مولر. مولر. ماشي. افضل لاعب ايطالي ايضا بس كابتن. كان في واحد بقى اسمه راد بريسكي ولا مين؟ في المانيا. مين؟ ده رقم سبعه. انا كنت بحب كلانزمان صراحه. لا كان اسمه مش عارف ايه، راد بريسكي او مين؟ رودي فولر. لا لا كان رقم سبعه. سبعه؟ اه في الثمانينات اللي كان بيرقص نفسه ده، كان لعيب كره قصير ده. اه انا هجيب لك الاسم، هجيبه لك. شوفوا لنا يا جماعه رقم سبعه في المانيا، انا فاكر الاسم ده كان لعيب حريف فعلا قوي. انت بتحب انت اللعيبه الحريف. اه انا كنت لكن كلينزمان و لا 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 كنت بتفرج على المانيا عشانه، وكنت بتفرج على ايطاليا عشان كونتي. يعني في لعيبه معينه كده كنت، كان في ايزادورو بتاع البرازيل كان بينزل الشوط الثاني كنا بنقعد نستناه. السلام عليك يا كابتن، واخد بالك؟ تمام. لا انا فاهمك طبعا. البرازيل كلها كانت لعيبه في الوقت ده جامده جدا، بس ده بقى عشان كان يقعد بقى يعمل لك كده ويعمل اوعى بس. دي لعيبه ايطاليا من وجهه نظرك، باولو روسي، روبرتو باجيو، بوفون، افضل لعيب كان في كاس العالم من وجهه نظرك منهم؟ هو روسي. روسا كان هداف. هداف اه. انما كان المتعه مع روبرتو باجيو. باجيو طبعا. اه. طيب منتخب افريقيا تتوقع تألقه يا كابتن؟ انت طبعا السنغال. كان غانا، السنغال، كاملون، انت قلت السنغال هي الوحيده اللي هتكمل. منتخب عربي تتوقع تألقه بقى في كاس العالم؟ المغرب ولا قطر ولا السعوديه؟ بالتالي المغرب. المغرب. تمام. احنا نتمنى التوفيق ليهم يعني طبعا، سواء بقى تونس، المغرب. بص وايضا برضو الافريقيا اللي فيها، احنا مش عايزين حته النغمه بس تاخد، بس احنا عايزين نقول لهم ان في مستوى تاني، هو رايح مستوى تاني. انت ما بتلعبش بطوله عربيه، انت بتلعب كاس عالم، هتلاقي مدارس مختلفه. فعشان كده انت بتصنف الفرقه دي اخر فرقه ليه؟ لان احنا عارفين ان احنا لسه ما وصلناش للمستوى ده. يعني احنا مثلا لما قلنا السنغال قلنا عشان عده عوامل. اهم حاجه ان عندها محترفين كتير. صحيح. عندها لعيبه تقل كتير تقل في تقل في الفريق. لا محترفه وبتلعب في انديه كبيره. فانت هنا الرهبه وحته الخوف مش هتلاقيها موجوده. غير لما مثلا السعوديه، غير تونس، غير المغرب، غير الفرق دي. صحيح. بس هي دي. نتمنى لهم التوفيق يا كابتن ان شاء الله. نتمنى طبعا يكون التنظيم ناجح يليق باسم طبعا الشرق الاوسط والدول العربيه، اكيد ده شيء يهمنا برضو طبعا ان شاء الله. طبعا في وشنا كلنا كعرب. صحيح. كابتن كابتن دايما بشكرك وبسعد بوجودك معانا حبيبي. ربنا يخليك. عسل. ده انت اللي سكر والله. اشكرك كابتن رضا. اجيب بوسه كده انت والله كابتن رضا. اشكرك كابتن رضا. طيب دايما بنسعد بوجود كابتن رضا دايما باستمرار، واكيد نتمنى توفيق لمنتخبنا الوطني ايا كانت اسماء الموجوده وايا كان الاختيارات. وجهه نظر مدير فني هو بيتحمل مسؤوليه اختياره، وفي بعض الاحيان بيبقى اختيار عشان مستقبل، في لعيبه ممكن اكون شايفها للفتره اللي بعد كده لازم اخدها دلوقتي، اديها روح معنويه، برفع من روحها المعنويه، وبالتالي يعني ممكن اختيارات بتبقى بالشكل ده. عندنا معسكر ان شاء الله هيبتدي، ثم القائمه النهائيه، ثم المعسكر هيكمل من خلال المحترفين، ثم مباراه بلجيكا نقدر نقيم بقى الشكل الفني لمنتخبنا من خلال هذه المباراه الكبيره امام منتخب كبير، منتخب بلجيكا. ونتمنى طبعا يكون يوم حلو وشكل حلو لمنتخبنا في اليوم ده. احنا بكره هنكون معاكم من خلال البريمو واخبارنا، وهنكون معاكم برضو متابعين لمنتخبنا الوطني ان شاء الله. استنونا بكره في حلقه جديده. تصبحوا على خير.